وكنا نتحدث عن ما تم اليوم. أيضا معانا على التليفون دكتور عبد الخالق إبراهيم مساعد وزير الإسكان. أهلا أهلا بيك يا دكتور. أهلا بيك يا أستاذ. إزاي الصحة؟ كله تمام؟ كله الحمد لله تمام الحمد لله. اللي افتتحت النهاردة اللي افتتحها الرئيس وبحضوره هنقدر نقول أنها أولا هي هتخدم كام، مش كام مواطن بقى، كام أسرة، عدد الوحدات السكنية اللي يتم بإذن الله سبحانه وتعالى تخصيصها، وهل هي، وده دايما السؤال يسأل المواطن، هل هي كاملة المرافق؟ يعني أنا لو رحت استلم مثلا، لو احنا افترضنا المواطن بيكلم دكتور عبد الخالق، هنروح نستلم يا فندم هنلاقيها كاملة متكاملة؟ هنلاقيها داخل لها الكهرباء، داخل لها التليفون، دخل لها الفايبر اوبتكس الى اخره؟ يعني هروح اسكن ولا هيبقى قدامها شوية؟ طيب هي فندم جميع المشروعات مش بتاعت النهاردة، جميع المشروعات اللي بيتم افتتاحها مشروعات كاملة، كاملة المرافق، كاملة الخدمات، يعني مش بس المرافق اللي هي مية وصرف وكهرباء اللي هي الاساس، لا، هي كاملة المرافق وكاملة التشطيب وكاملة الخدمات، يعني فيها المدرسة وفيها المسجد وفيها الكنيسة وفيها السوق التجاري وخلافه. يعني معنى كده ان هي قابلة للسكن من اليوم بمجرد الاستلام، المواطن يستلم يقدر يفرش ويسكن. بالضبط. وعايز اوضح حضرتك ان في جزء كبير من الوحدات السكنية اللي تم افتتاحها اليوم تم تخصيصها فعلا للسادة المواطنين، وفي جزء منهم بدأ يسكن في هذه الوحدات. وفي جزء منهم ايه يا فندم؟ معلش انا اسف. وفي جزء منهم فعلا سكن، يعني في فعلا، يعني في ناس بالفعل انتقلت وسكنت. بالظبط. رائع جدا. هو اللي تم تخصيصه لحد النهارده تقريبا كم وحده يا دكتور؟ هو اللي احنا فتحناه اليوم في نطاق غرب القاهره حوالي ما يقرب من 50,000 وحده. ما شاء الله. ده اللي احنا فتحناه النهارده. ولكن يعني دايما احنا بنحب ناكد على حاجه في الافتتاح اليوم، احنا النهارده بنكمل افتتاحات مدن الجيل الرابع. ايوه. احنا لو حضرتك تتذكر استاذ يوسف، احنا في نهايه العام السابق تم افتتاح مدن الجيل الرابع، بقورة مدن الجيل الرابع في الصعيد. أيوه. زي ناصر وأسوان الجديدة. صحيح. وغرب إنا. فده استكمال لمدن الجيل الرابع اللي هي تعتبر امتدادات الحوالين القاهرة الكبرى، اللي هي زي حدائق أكتوبر وأكتوبر الجديدة، وبعض برضو المشروعات السكنية اللي موجودة في المدن الجديدة الأجيال السابقة زي أكتوبر. عظيم. والمهم قوي اللي احنا برضو نوضحه إن المشروعات السكنية دي بجانب فرص عمل، يعني بنؤكد على إن إحنا ما بنبنيش سكن فقط، لا، إحنا بنبني مجتمعات عمرانية متكاملة. بمعنى؟ فبالتالي بمعنى لازم السكن يرتبط بالعمل. جميل. ما نقدرش إن إحنا نبني سكن والعمل في مكان آخر، لأن في الحالة دي بتوصف هذه المدن إن هي مدن نوم. الناس بترجع بس ان هي تنام فيها. يا دوب. انما احنا هنا بنتكلم على مدن متكامله، يعني مثلا على سبيل المثال احد المشروعات، احنا فتحنا مشروعين النهارده في مدينه اكتوبر الجديده. أيوه. اكتوبر الجديده واحده من مدن الجيل الرابع، فتحنا سكن مصر وفتحنا اسكان اجتماعي. حلو. ولكن برضو احنا شغالين في المرحله الاولى من المنطقه الصناعيه في اكتوبر الجديده. حلو قوي. عشان السكان اللي هيتسكن في هذه المنطقه في مدينة حدائق أكتوبر، مدينة أكتوبر الجديدة، هتجد فرصة عمل موجودة في المنطقة الصناعية. مظبوط. إحنا مدينة زي مدينة 6 أكتوبر على سبيل المثال، هي ليه إمتى نقدر نقول إن هي السكان اتعمرت بالسكان؟ مع وجود المنطقة الصناعية ومع وجود خدمات كبيرة زي الجامعات. صحيح. هي دي اللي جذبت السكان. وبالتالي عشان نجذب السكان لازم يكون في فرصة عمل، وبالتالي كل مدينة جديدة من المدن اللي إحنا بننميها فيها فرص عمل، ممكن تكون صناعة، ممكن تكون خدمات إقليمية، ممكن تكون مجمعات تجارية إلى آخره. إدارية بالضبط كده. رائع جدا جدا جدا، توجه سليم 100%، إيجابي 100%. أشكرك جدا جدا دكتور عبد الخالق إبراهيم مساعد وزير الإسكان.